الله الرحمن الرحيم ويانا نفس الحجيه هاي هسه وانا 5 دقائق خلصت العمليه بعدنا بالغرفه مال العياده حجيه هسه انت مشيتي قبل ما اصور ايش حسيتي بالوجع؟ هسه كل زين ماكو وجع ابد نهائيا؟ لا ماكو زين امشي عليها حتى اشوف انت مشيتي هسه شلون؟ هاي مشيتي شنو ترى ما اقدر امشي على هاي الاوتيه بحبها بس كل زين ماكو اي وجع؟ لا لا بس على استخرات الرجل وعندنا حتى يقدر يمجل يقدر يفنيها يعني الرجل المشي مالته شو؟ المشي هسه طبيعي بدون اوشك المشي مالته طبيعي احسن من اول قبل قلت لك تمشي قبل ما يمشي مالته للمرض تكرم معك وهسه هسه يطلع وهي فقط اسبوعين بعد العمليه وراجعت وقالوا لي تبديل مصر اي دكتور مو بس واحد اكثر من 3 و4 يعني هم قالوا لي ماكو مجال الا تبديل العفو تبديل مصر شو؟ زين احكي لنا شو الفرق اللي حسيته رايح اول فرق اول حسيت من اقعد اقوم وجع قوي كلش ما اقدر امشي يعني اتكي لازم على فشي واخذ لي شويه واقول ان انا شلون تستقر مثلا وجع يستقر واقدر امشي هسه لا الحمد لله امشي انا راسا اي مكان اقعد قاعد ناط نص ساعه قاعد ساعه اقوم انا عادي راسا امشي اكو فرق يعني طبعا اكو فرق هواي ومشيت مره يعني من خلال هاي اللي قلت انت قلت لي امشي تقريبا المسافه منها وسحت النسور ورديت رجعت مشي انا عادي رجعت بدون وجع